قتيل بالفكر والتحليل. آياته كالنور لا ترتضي بمثيل. قد أعجز البلغاء والنص خير دليل. ما رتل الرحمن وأتى به جبريل. أين الذي يرضاه؟ أين العقول؟ أين العقول؟ دكتور عبد الدائم الكحيل، الأستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكريم والسنة النبوية، مسألة الخلود إلى النوم مسألة في غاية الأهمية للإنسان، فماذا توصلت الأبحاث العلمية الحديثة عن مسألة الخلود إلى النوم؟ الحقيقة النوم هو معجزة ينسبها الملحدون إلى الطبيعة، لأنهم لا يعترفون بوجود خالق. حتى هذه اللحظة كل الدراسات وكل الأبحاث عن سر النوم لم يعرف سر النوم حتى الآن. لماذا تنام الكائنات وبخاصة الإنسان؟ ما الذي يجعلنا نخلد إلى النوم؟ وإذا اضطرب نظام النوم لدى إنسان وأصيب بقلق يمكن أن يؤدي ذلك إلى الموت. الدراسات كلها تؤكد أن دماغ الإنسان يبقى في حالة عمل مستمر أثناء النوم. الدماغ يعيد ترتيب المعلومات والبيانات وينظم الذكريات خلال النوم، حتى إن حاسة السمع تبقى الوحيدة التي تبقى تعمل أثناء النوم. لماذا؟ هناك حكمة من ذلك. يعني حاسة البصر تتعطل، حاسة الشم تتعطل، حاسة النطق الكلام، حاسة اللمس تتعطل، إلا السمع يبقى الإنسان. لماذا؟ لأنه إذا حدث أي خطر بعيد، ربما أم طفلها نائم، هي نائمة وطفلها يلعب وآذى نفسه، إذا تعطلت لديها حاسة السمع ربما يموت الطفل ولا تنقذه. سبحان الله. مباشرة تستيقظ على صوتي. إنسان يتعرض إلى حريق أثناء النوم، قد يحرق ولا ينتبه إلى رائحة الغاز الذي يتسرب مثلا، ولكن إذا نبهه أحد فإنه مباشرة يستيقظ خلال الصوت. إذن هنا توجد معجزة فعلا في النوم. لذلك في قصة أصحاب الكهف قال تبارك وتعالى: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، لأن حاسة السمع لو بقيت تعمل لاستيقظوا، لم يمكثوا 309 سنوات. نحدد هنا موضوع الأذان. نعم نعم. سبحان الله. دكتور، القرآن الكريم تكلم عن أهمية النوم؟ طبعا، هناك آية عظيمة كما قلت، إن الملحدين نسبوا هذا النوم للطبيعة عندما قالوا إنها آية أو معجزة من معجزات الطبيعة، ولكن القرآن ماذا قال؟ قال: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. إذن النوم آية من آيات لا معجزة. لماذا قال منامكم بالليل والنهار؟ لأن العلم أثبت أن النوم بالنهار لا يقل أهمية عن النوم بالليل، ولذلك هناك دراسات تنصح مدراء الشركات أن يعطوا للموظفين غفوة مثلا نصف ساعة أثناء النهار، لأن هذه النصف ساعة أثناء النهار تعيد نشاط الدماغ وتعيد يعني نشاط العمل وتحسن كفاءة العمل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نبه إلى هذا الأمر وقال: قيلوا، طبعا القيلولة في النهار لا تكون في الليل، قيلوا أي خذوا غفوة بسيطة في النهار، قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. يعني انظر، النبي عليه الصلاة والسلام نبه إلى ضرورة النوم بالنهار، النوم القليل قيلولة، والقرآن اعتبر أن ظاهرة النوم هي آية من آيات الخالق. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. سبحان الله دكتور، شكرا جزيلا، شكرا على المعلومة دكتور. بارك الله بكم وجزاكم كل خير. هذا هو القرآن قد أنقذ الإنسان.
فتح الهدى